بالنسبة للي قدمت فيه بالحدود وقراري محاولة قطع الحدود بين الإمارات والسعودية كانت مدروسة. كان هناك زي الثغرة القانونية اللي استغليتها أنا أو استخدمتها على أساس أني ما أكون قد اقترفت يعني جريمة، إذا كنت تقدر تسميها بهذا الشكل. توجهت للحدود السعودية كمواطنة حاملة رخصة رسمية خليجية فيها ختم مجلس التعاون، فتكنيكلي سبيكينج يعني أنا ما بسم الله أنا ما قمت بأي خطأ قانوني، ف ما ودي أتهور بالكلام الآن بعد. لا لا تفضلي. لا هذه اللي جاي لازم اليوم توضحين لكل الناس ايش اللي صار. اللي صار انه كنت مقتنعة بفعلي، مقتنعة انه ما تجاوزت حدودي، ما تجاوزت القانون ولا النظام. كانت هناك ثغرة واستخدمت. ما فكرتي لما تجين كبنت سعودية تدخلين حدود بلدك انه هذا سلوك فيه تحدي، فيه احراج للبلد؟ ما كنت مدركة انه في مواقع تواصل العالم راح يتحرك؟ ايضا انت كنت في رصد اولي للاحداث. نعم. وش صاير في الحدود، وش صاير في كذا، هذا الا يستفز المشرع؟ الم تشعري بانك انت مثلا لم تسرعي، بل يمكن اخر موضوع القياده؟ بجاوب على الجزئيه الاولى للسؤال، انه تحدي وما تحدي، كان ممكن انه يتعامل من طرف الحكومه مع القضيه بطريقه اخرى، كان ممكن انهم يدخلوني ويتفاهمون معي بكل رقي لو استطيع يعني قول هذا، فكان ممكن اننا نتحاور بالموضوع بدل ما انها تصدر منهم يعني قرارات مبالغه مثل السجن اللي ادى ان كل اعلام العالم يتوجه لنا بطريقه سلبيه. يعني لو انهم دخلوني وتعاملوا معي بهدوء. لا يعني كان في تحدي يا لوجين، يعني انت تكتبين بعدين تقولين العسكري تاخر، المدري ايش تاخر، شكل الموضوع وصله لمحمد بن نايف، حاله استفزاز. يعني ايش تبغون يسوون؟ يعني يتبعون النظام. وش من النظام؟ نظاميا انا ما اقترفت اي خطا. بالنسبه عيد بس الجزئيه الثانيه من السؤال اللي هي التحدي غير التحدي. لا 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 اللي بعده بس هي. اذا رجع نجاوب عليه. اي اذا رجع عليه. بس لا ما اتوقع انه كان، طبعا ما توقعت انه بتوصل هالمواصيل يعني، وانه بيكبر الموضوع للعالميه. بس لا يعني انا اقصد يمكن الجهه، الموضوع الثاني اللي هو انت من بدا الشرار، انت كنت تكتبين التفاصيل، شكل الموضوع وصل كذا، شكل الموضوع وصل كذا. الله يعني اقول هذا استفزاز بس كمجرد رصد للاحداث يعني. كنت مهتمه انه كونها تجربه اولى، وما كانت تجربه اولى يعني، كثير بنات حاولوا يسوونها بس مش باستعانه مواقع التواصل الاجتماعي. الفرق بينهم وبيني اني انا استخدمتها. اوكي، اليوم اللي جاين بعد ما راح اللي راح، هل انت نادمه على التجربه؟ تشوفين انك كان ممكن تعمل لنا بطريقه اخرى؟ لا طبعا. لا، واللي يقولون اني اخرت القضيه واني سبب في تاخير صدور قرار قياده المراه للسياره، فما اتوقع ان لي اي دور في هذا. اول حمله كانت ب 91 او 90 وما غيرت شيء في حال المراه. بين الحمله الاولى والحمله الثانيه 20 سنة صمت ما غيرت شيء. فاللي يقول لجين اهدي اسكتي، المسؤول يحتاج وقت على بال ما يغير قرار، ما يغير وجهة نظره، فكان عنده 20 سنة يغير فيها وجهة نظره أو تصرفه أو طيب. نظامه. في ناس تكلمت كثير وخالص ماضت في موضوع السجن. اي نعم. حدثين عن التجربة، هل أذيتي في السجن؟ السجن كانت تجربة غريبة و سوري. مش أول مرة يطقطق عندنا شيء، ما أدري إيش صاير. كعب.
هي طاقة إيجابية عموما. نعم. بالنسبة للسجن كانت تجربة غريبة زي ما قلت، بس جميلة. استمتعت في التعرف على البنات داخل السجن، النزيلات، تعرف عليهم عن قرب، قضاياهم، همومهم، الإجراءات اللي تصير لهم. فكانت أخذتها كسوسيولوجي كلاس، يعني علم اجتماع. فكانت تجربة جدا مفيدة بالنسبة لي. لا أنا يهمني بس لجل للتاريخ، لأنه في ناس يقولون في إيذاء، هل أوذيتي في السجن أو لا؟ بالبداية تقريبا. إيذاء شنو؟ إيذاء نفسي ولا إيذاء جسدي؟ بالبداية كان إيذاء نفسي، يعني خاصة النقلة من الحدود للحسا، الصمت التام من المسؤولين والانقلاب. يعني انك ما تعرفين ايش المصير. مو بس المصير، ما ادري وش التهم، يعني من النظام عندنا انك لازم تملي على الشخص تهمته ولا جريمته. انا سحبوني من الحدود، دخلوني بالقوه تقريبا بالقوه داخل المملكه، وبعدها صمت تام الين التحقيق الاول داخل دار الرعايه. يعني حتى كانت تحقيقة الأول الساعة 9 بالمساء، وطلبت من المحقق أنه يعني أجل التحقيق لليوم اللي بعده على بال ما أجمع قواي يعني الجسدية والعقلية، ورفض على أساس أنه صاحب السمو يحتاج الأجوبة. هو يقول كذا. طيب عموما هو يدون شغلهم، بس بعد كذا للأمانة أيضا في إيذاء، أي نوع من الإيذاء؟ لأنه أنت حسب ما ذكرتي في أكثر مكان أنه بالعكس ما كان لا لا لا، بالأيام العادية ما في إيذاء. الأذية كانت تجي تقريبا من بعض المراقبات، كونهم من تيار طبقة مختلفة أو تيار جاهلين، أغلبهم ما كملوا تعليمهم حتى الثانوي، فثانوية العامة يعني. كانوا بسطاء، فالتعامل معهم كان صعب، وكانوا أحياناً بعضهم كانوا يشعرون بالغيرة تجاهي، فيحاولون ينكدون تقريباً عيشتي. بس أسلوك شخصي أنا اللي يعنيني اليوم. بس لا كأذية كنظام داخل الدار أنه يستقصدون الأذية، لا أبداً. ومديرة الدار كانت إنسانة رائعة صراحةً. طيب 73 يوم مضيتيها، وش الدرس المستفاد؟ الدرس المستفاد أنه درس مش ينفعني أنا كثر ما هو ممكن ينفع المسؤول في الحالات اللي شفتها. التأخير في الرد على البنات قضاياهم، تعليق البنت، تشتيتها. طيب. هذه الأمور يعني. لجين تعتبرين نفسك قدوة للبنت السعودية؟ ما أقدر أفرض نفسي كقدوة، البنت السعودية هي اللي تقرر إذا كنت أنا قدوة لها أم لا. لجين تغيرت بعد الأزمة أو بعد الزواج؟ صارت كومبرومايز أكثر يعني. فبس التغيير لا، يعني الميول نفسها، التوجهات هي نفسها، لكن استراتيجية ممكن اختلفت قليلا. طيب يعني إن شاء الله يعني يستمر التوازن. إن شاء الله. أنت لما تخوضين في أمور مثل الحجاب، مثل المحرم، أليس هذا تعدي على خصوصية مجتمع؟ لا، وأيضا تعدي على تشريع. من أنت يعني حتى تقولين هذا الشيء؟ هل أنت مفتية؟ هل أنت مشرعة؟ ما تشعرين أنه هذا استفزاز حقيقي؟ لأنك داخل أنت في شيء شرعي لشعب متدين في غالبيته. أؤمن بحقي في التعبير. تعبير في كل شيء. بس هم ينظرون هذه أمور ما عليها خلاف قانونية واضحة بالنسبة لهم، يختلف في كل شيء، بس هذا تشريع رباني. المشكلة أنهم حتى المشرعين اختلفوا فيها، يعني الفقهاء ومو كلهم اتفقوا على كلمة واحدة، فصعب برضو أننا نقول أنه هذا شيء مشرع وغصب أن نتبعه. فكنت حابة أني أبدأ هذا النقاش، طبعا صار في هجوم، ما صار نقاش بالنهايه. ليش يعني انت متهمه بانك تبحثين عن الشو، تبحثين عن اثاره يعني ضجيج دون هدف؟
يعني يقول لك لماذا صوتك كان أقل ارتفاعا عندما رفض ترشيحك كمرشح المجلس البلدي في الشرقية؟ ما سويت نفسه الليلة على موضوع القيادة؟ هو أنا سويت الإجراء اللازم بموضوع الانتخابات. يعني أول ما أسقط اسمي بدون سبب اعترضت على هذا العمل. بعد ما وصلني رد الاعتراض كان مبهم غير واضح، فطعنت فيه وربحت القضية، لكن مع كذا لسه اسمي كان غير موجود بالقائمة، فرفعتها لديوان المظالم، وهي الآن لسه في ديوان المظالم، فما أقدر أستمر في الحديث عنها لين ما أشوف نتيجة القرار من القاضي. ومستمرة فيها؟ مستمرة. طيب، رديتي بحكمة لم يعهدها الناس منك على بيان عائلتك أو عمومتك أنهم يتبرون منكم من أفعالكم وتصرفاتك، وكانت تبرئة عن الأفعال فقط. إيه. ردة فعلك إيش كانت؟ التسامح. لم يعهد منك الناس التسامح، لماذا هذه المرة تسامحت؟ ما كان في موقف، ما عمره صار لي موقف مع الناس أنه أبين إنسانيتي ولا احترامي ولا تقديري للأشخاص كأشخاص، يعني إلا بهذيك اللحظة. أما بقية تجاربي هي فقط تعبير عن آرائي، تعبير عن رغباتي، فكان من الصعب أني أبين هذا هذا. ولا عشان الوالد؟ الجزء من عشان خاطر الوالد؟ لا، عشان خاطر نفسي بعد، يعني هذول أهلي يعني، وإنسان برضو يعني، فلازم أبدي له الاحترام أبين لهم. حتى لو هو تبرى من تصرفاتك؟ حر. طيب، أخيرا وبصراحة، تشعرين أنك سببتي متاعب كثيرة لفهد حتى مع بداية حياتكم؟ أكيد، يعني سجن من أول أسبوع أكيد متاعب يعني كثيرة، ومو بس الفهد يعني، حتى الأهلي. صرتي تطيعين فهد؟ ناصح جيد فهد؟ سبورت جروب حقي عموما ممتاز، يعني أخذ اللي أشوفه مناسب لي وأتجنب الباقي. نادمة على أي شيء؟ الحمد لله لا. أبداً. أبداً. ولا في أي تصرف نادمة عليه؟ الحمد لله لا. الجنون راح يزيد الفترة الجاية ولا راح يقل؟ هو الاستراتيجية اختلفت، فنشوف النتيجة معاها. طيب، تشعرين أنك أكثر نضج اليوم؟ أكيد.